بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حصة النشاط العلمي مع تلاميذ المستوى الرابع ابتدائي، ودرس اليوم هو الدرس الرابع من الوحدة السادسة، أفسر أطوار القمر. إذن أفسر أطوار القمر، سوف ننطلق من هنا لأهداف التعلم. إذن لماذا نتعلم هذا الدرس؟ لماذا نتعرف على هذا الدرس؟ هناك أهداف أساسية يجب أن نتعرف عليها. إذن الهدف الأساسي من هذا الدرس هو أن أفسر ظهور القمر بأوجه ومراحل مختلفة خلال الشهر. القمر عندما نراه فإننا لا نراه في صورة واحدة، ولكن نراه بمجموعة من الصور، فقد يكون هلال ثم يتطور حسب ما رأينا في الدرس السابق، هلال ثم يظهر في الربع الأول ثم يصبح في كما قلنا بدر، ثم إلى أن يصبح هلال في المرحلة الأخيرة إلى أن يختفي. إذن بالتالي هذه هي أهداف التعلم. إذن من خلال هذه الصورة يتضح على أنه ماذا لدينا هنا؟ لدينا الشمس. إذن والشمس هنا نجد الأرض أو كوكب الأرض، ثم هنا نجد القمر. إذن هكذا تكون الشمس والقمر في خط مع الأرض دائما. إذن خلال الدورة القمرية يظهر القمر للمشاهد بأوجه وأطوال مختلفة. إذن خلال الدورة القمرية التي يدورها القمر حول الأرض فيظهر للمشاهد بأوجه مختلفة كما نرى دائما. إذن هذه هي الأوجه المختلفة. الآن سنحاول من خلال هذا الشريط أن نفسر أطوار القمر. إذن من خلال هذا الشريط القصير يمكن أن نتعرف على المراحل التي يمر منها القمر أثناء تكوينه وأثناء دورانه حول الأرض. إذا انتبهوا جيدا. إذا لدينا المصابيح، هذه المصابيح ثم الكرات الموجودة أمامها. إذا ماذا رأينا الآن؟ إذا رأينا المراحل الأساسية لتكوين القمر. لاحظوا جيدا، بهذا الشكل يتكون القمر في الطبيعة كما نراه دائما من خلال هذه التجربة. إذن ننتبه، سأعيد عليكم هذه التجربة. إذن لدينا المصابيح، ثم لدينا الكرة المثبتة على الأرض والتي من خلالها يمكن أن نعكس أشعة الكهرباء لكي تعطينا ما يسمى بمراحل أو للتفسير لأطوار القمر، هكذا كما نراه هنا. إذن بعد ذلك يمكن أن نقول يدور القمر حول الأرض عكس عقارب الساعة، أي من اليمين إلى اليسار. إذن نعرف أن الساعة تدور من اليسار إلى اليمين، ولكن القمر فهو يدور عكس عقارب الساعة، يدور حول الأرض من اليمين إلى اليسار. إذن كاستنتاج لما قلناه الآن وكاستنتاج لما قمنا به خلال هذه التجربة، يمكن أن نقول على أنه نرى القمر بأوجه مختلفة لأنه مضاء بضوء الشمس. انتبهوا جيدا إلى هذه الكلمة، الضوء الذي يظهر في القمر فهو يأتي من ضوء الشمس، لأنه مضاء بضوء الشمس ويدور حول الأرض. إذن فهو يدور حول الأرض. إذن إلى هنا أعزائي عزيزاتي، أشكركم على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.